سنة ناجحة جدا، حيث كانت هناك أرقام كبيرة وزيادة ملحوظة جدا كبيرة في الأرقام، حيث أنه كانت نسبة المدفوعات على جميع القنوات اللي موجودة في شركة كينت من بوابة الدفع الإلكتروني ونقاط البيع والسحب الآلي بلغت 31 مليار دينار، بما وزيادة في 2022 بما يعادل 22% عن السنة اللي قبلها. أحب بس أسلط الضوء على الزيادة الكبيرة اللي صارت في بوابة الدفع الإلكتروني بما يعادل 50% عن في 22 عن السنة اللي قبلها، والمبلغ حوالي 14.5 مليار دينار. وأيضا نقاط البيع زادت تقريبا 33 أو 37% إلى 13 مليار دينار، ولوحظ بالمقابل انخفاض في الأرقام لسحب أنظمة السحب الآلي بنسبة 33%، وهذا يدل إنما يدل على أهمية الدور اللي قامت فيه دولة الكويت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية وشركة كينت والبنك المركزي والبنوك، متمثلة أيضا في شركة كينت متمثلة بالأعضاء، بالدور اللي قاموا فيه في تحويل المدفوعات من يدوية إلى إلكترونية ومن ورقية إلى إلكترونية وأتمتت جميع الإجراءات. ماذا عن المدفوعات الحكومية؟ هل حدث فيها نمو أيضا؟ نعم، طبعا المدفوعات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية وجهاز مركز التكنولوجيا والمعلومات وأيضا جهات حكومية أخرى، تم من إحدى خلينا نقول الانشيتيفز والبوادر المبادرات اللي تمت، تم إطلاق اللي هو الستامب اللي هو بدل يكون ورقي إلى إلكتروني، حيث تم توزيع أجهزة خاصة في هذا الأمر، وأيضا الدفع لهذه خلينا نقول الطوابع الرقمية والإلكترونية تم عن طريق بوابة الدفع الإلكتروني والنقاط البيع وليس النظام المدفوعات الورقي والكاش، حيث صار في نمو تقريبا 50% في نظام المدفوعات في الحكومة. أيضا إذا ما ذاكرتي ما خانتني مليار واثنين من عشرة دينار كويتي، أيضا هذا يساهم في انطلاق بعض الخدمات اللي موجودة في نظام سهل أو تطبيق سهل، واللي أيضا سهل على الجميع عملية الدفع الأمور المدفوعات عن طريق البوابة الإلكترونية وانسيابية العمل فيها في هذا الشأن. آخر سؤال، الأبل باي دخلت الكويت، هل هي منافس؟ هل أنتم مكملين للخدمة؟ ماذا يعني؟ طبعا من قبل دش أبل باي احنا مع وجود كي تاب خلال الجائحة وان الـNFC وكان المفروض انه ما يصير دخل الكرتك، وتم تطبيق اللي هو التاب في الكروت، هذا هيئنا كبلاتفورم كمنصة لإطلاق جميع الخدمات اللي تحتاج يكون فيها الدفع عن بعد بدون إدخال الكرت نفسه، وهذا هيئ لنا خلينا نقول الجو العام بأن احنا نكون جاهزين. وأيضا الجماعة في كينت والفريق ما قصر أمانة في التهيئة والإعداد، وكنا جاهزين لإنطلاق الأبل باي وجميع الاكس باي اللي موجوده من جارمن باي ابل باي فيتبيت باي وهلم مجرة، وهذا تم وكنا جاهزين فور انطلاقه، وهذا لا يعد منافس وانما مكمل ومتمم للعمليات اللي نسويها احنا.